هم السبب الرئيسي في تشويه هذه الصورة. للتعليق أكثر حول هذه الزيارة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عبد الفتاح العواري، وهو المدير كلية أصول الدين بجامعة الأزهر. دكتور عبد الفتاح، تحياتي لحضرتك في البداية. تحياتي أختي الفاضلة وللمشاهد الكريم، أهلا وسهلا مرحبا. دكتور عبد الفتاح، هناك أنا عميدا لكلية أصول الدين. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا دكتور. دكتور عبد الفتاح، حضرتك أكيد تابعت معنا تصريحات الكلمة الخاصة بالدكتور أحمد الطيب أثناء زيارته الخاصة بالبحرين، وهذه التصريحات المهمة التي ربما لا نريد أن تقف على حد فقط التصريحات ولكن تنفيذها على أرض الواقع. كيف رأيت ذلك، وكيف يمكن تنفيذ هذه التصريحات المهمة على أرض الواقع وعدم تشويه صورة الإسلام؟ يعني هذه التصريحات في تلك الكلمات الطيبة التي أدلى بها فضيلة الإمام في هذه الكلمة التي تشوقت إليها شعوب الأمة العربية والإسلامية، بل أقول تشوقت إليها شعوب العالم. يعني حسبما عودها فضيلة الإمام في كلماته التي ألقاها في أوروبا في كثير من البلدان وأفريقية وآسيا، كلماته تدعو إلى السلام وإبراز محاسن الإسلام وبيان أن الإسلام دين لا يقصي أحدا، وإنما يدعو إلى التعايش دون ما نظر إلى معتقد أو لون أو عرق أو جنس. ومن يرتكب خلاف ذلك فهو إنسان لا يعرف الإسلام، بل مثله وأفعاله لا تحسب على الإسلام. فالإسلام دين السلام. الإسلام دين الإنسانية، والإنسانية كلها بينها رحم واحدة، فكلها إلى آدم عليه السلام. إذن هذه الكلمات كانت مهمة جدا، والكل يتطلع إليها، وكلما سمعها شعب من الشعوب اطمأنت نفسه وتشوف وتشوق لزيارة فضيلة الإمام. فهذه الزيارة التي قام بها إلى دولة البحرين الشقيقة، كم تشوق الشعب البحريني لزيارة شيخ الإسلام وفضيلة الإمام لهذا البلد الطيب، وخاصة أنه يترأس مجلس حكماء المسلمين الذي لا يخلو شهر من الشهور إلا ويرسل قوافل سلام على مستوى العالم، يدعو فيه إلى السلام، يدعو فيه إلى الحوار بين الحضارات، وأن الإسلام دين لا يعرف الصدام بين الحضارات، وإنما هو دين يعرف الحوار ويؤمن به، دين من أصول عقائده التعايش، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. فسنة الله في الخلق أن يكونوا مختلفين عقائديا وفكريا وسياسيا واجتماعيا، يختلفون في اللون والعرق واللون والجنس، فهذه سنة كونية أرادها الله تبارك وتعالى كي يتحقق التوازن في العيش على هذا الكوكب الأرضي. فليس هناك إنسان يفهم الإسلام إلا ويدعو بمثل ما يدعو إليه فضيلة الإمام الأكبر، الرجل الذي حمل على عاتقه وحمل هموم الأمة، بل أقول هموم العالم، بالنسبة لنظرته الثاقبة التي يعرف بها معنى الأخوة الإنسانية، معنى العلاقة بين الشعوب، معنى احترام الشعوب بعضها لبعض. فمن هذا المنطلق يحمل تلك الهموم ويبص في نفوس الشعوب ولكن يعني رسائل دكتور السلام والطمأنينة. بالحديث عن هذه الرسائل كما أشرت الآن دكتور عبد الفتاح، يعني هناك دور لا يجب أن يفقده الأزهر الشريف، وهو الدور التوعوي له، وخاصة دوره تجاه الإسلام حول العالم وليس فقط على الوطن العربي. هذا الدور التوعوي ما بينه وما بين تجديد الخطاب الديني إلى أين من خلال الأزهر الشريف في الفترة القادمة؟ الدور التوعوي الذي ينشده الأزهر الشريف، وخاصة منذ أن تولى فضيلة الإمام هذه المهمة وتلك المسؤولية،
دور واضح وضوح الشمس، فشيخ الإسلام يضع الأرضية الصلبة وكأنه يخطط لمستقبل مشرق للدعوة الإسلامية وللتوعية الواضحة الجلية التي تجمع ولا تفرق، التي تدعو إلى الوحدة لا إلى الاختلاف، تدعو إلى التسامح لا إلى العنف، تدعو إلى البناء لا إلى الهدم. ومن هنا تأتي هذه النظرة المستقبلية في تدريب الأئمة والدعاء والوعاظ على سماحة الإسلام ونشر فكر وسطية الإسلام، وأن الله تبارك وتعالى ما نصبنا قضاة على قلوب الناس حتى نحكم على غيرنا بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة، فأمر العباد موكول إلى الله. وهذه الثقافة وجدت طريقها وسلكت سبيلها وقام بها الدعاة الذين يتم تدريبهم ليل نهار على مدار العام في الأزهر الشريف، ينتشرون في أرجاء المعمورة. ليس هناك يا أخت الفاضلة بقعة من الأرض إلا وفيها عالم أزهري تزود بالفكر الوسطي وتسلح بسماحة الإسلام، وهذا دائما وأبدا ما يشد فضيلة الإمام عليه ويدعمه بكل ما يملك. فالمستقبل إن شاء الله باهر، والمستقبل إن شاء الله مبشر بعودة البشرية الحائرة إلى معنى الأخوة التي يدعو إليها دائما فضيلة الإمام الأكبر. طيب دعنا نرد على من يتشائم على الجانب الآخر. هناك مرارا وتكرارا نرى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يكرر في خطاباته، ليس فقط في التصريحات الخاصة بالشعب البحريني مؤخرا، ولكن دايما يحذر من اللعب على وتر الطائفية. أنت تعلم جيدا دكتور عبد الفتاح أن الوطن العربي والكثير من الدول العربية تعاني من أوضاعها الداخلية نتيجة الأفكار التطرفية وكذلك العقائدية المختلفة. إذن كيف يمكن التنسيق على سبيل المثال مع الأزهر الشريف وكذلك مع الجامعة، جامعة الدول العربية، في توحيد خطاب ديني ربما يكون في إطار سياسي لتوحيد الأفكار الدينية وإلغاء وإضعاف وإذلال هذا الوتر الطائفي الذي يحذر منه كثيرا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب؟ سؤال وجيه جدا ومهم في نفس الوقت. أختي الفاضلة، أنت تعلمين ليس هناك زيارة على مستوى العالم قام بها فضيلة الإمام إلا وكانت له محاورات مع رؤساء تلك الدول والمسؤولين فيها المعنيين بشؤونها، وليس هناك دولة من الدول إلا ودعت فضيلة الإمام أن ينقذ هذا البلد بمنهج الأزهر الوسطي. وتكون هناك بروتوكولات بتعقد لتدريب الأئمة الذين يعملون في هذه الدول سواء في أوروبا أو آسيا أو أفريقيا أو أمريكا، فيأتون إلى الأزهر فينتقى لهم الصفوة من العلماء ومن كبار العلماء والمفكرين، ليس على المستوى الشرعي فحسب بل على سائر المستويات في مصر تحت مظلة الأزهر الشريف، والتدريب تحت إشراف الأزهر الشريف، ويزود هؤلاء الذين يأتون من كل حدب وصوب من كل بلد خارجي سواء كان عربي أو غير عربي، أوروبي أو أفريقي آسيوي، عند نهاية الدورة يقفون على معالم الشريعة العظيمة ومحاسن الإسلام. فكأنهم يقولون لولا مجيئنا إلى الأزهر ما كنا نعرف الحقيقة، لأن هناك فكرا كما قلت متشددا يغزو هذه البلاد بحكم ما يملكه من ثروات أو فلوس أو غير ذلك. فالأزهر الآن يقوم بدوره بنشر الفكر الصحيح عن طريق تدريب أئمة هذه الدول والقائمين على أمر الدعوة في بالنسبة للأقليات المسلمة في الدول الأوروبية، كذلك بنشر المراكز الثقافية التي تحمل وسطية الأزهر، كذلك بفتح جامعات وكليات أزهرية هناك في هذه الدول. كل ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية بالنسبة لمصر والأزهر الشريف ومع السفراء للدول التي لها سفراء عندنا
وبالتنسيق مع جامعة الدول العربية. فما دامت النوايا صادقة وما دام الهدف واحد فإن العالم أجمع لا يثق في مؤسسة رسمية شرعية إسلامية كمرجعية للعالم الإسلامي إلا الأزهر، والأزهر يشعر بهذه المهمة الثقيلة ولا يألو جهدا فضيلة الإمام شيخ الأزهر من القيام بهذه الأعباء وتوزيع المسؤوليات وبذل الجهود حتى يحقق ما يتمناه، أن يرى البشرية كلها أخوة تتحقق فيها المعاني والقيم الإنسانية التي هي قدر مشترك بين الجميع، وبهذا يعم السلام ويتحقق الترابط الاجتماعي بين سكان الكرة الأرضية. نتمنى ذلك دكتور عبد الفتاح، ولكن على الجانب الآخر وبالحديث عن العالم الغربي وصورة الإسلام للأسف التي ربما يريد من يشوهها البعض، وأنت على علم بذلك، إذن البعض يتساءل أين الأزهر الشريف من خلال الصد لهذه الرسائل التي تؤدي إلى تشويه صورة الإسلام في العالم الغربي، وأنت تعلم جيدا أن هناك بعض التصريحات التعسفية ضد المسلمين. يعني نحن على مشارف انتخابات أمريكية أنت تعلم دكتور عبد الفتاح، وبعض المرشحين الأمريكيين مثل دونالد ترامب قال أنه يمنع أو يريد أن يمنع دخول المسلمين من الولايات المتحدة الأمريكية. إذن أين الأزهر من هذه التصريحات التعسفية والعنصرية تجاه الإسلام؟ الأزهر يا سيدة الفاضلة لو تتبعت بياناته لكل حدث يقع على الكرة الأرضية سواء بالنسبة للأقليات المسلمة في غير الدول الإسلامية أو بالنسبة للأقليات غير المسلمة في الدول الإسلامية، تقفين على البيانات القوية شديدة اللهجة التي تدعو قادة العالم وقادة الدول العظمى ألا يكال بمكيالين، وأن تتحقق معاني الحرية وحقوق الإنسان التي ينشدها العالم كله بالتساوي بين أفراد بني البشر. فالأزهر لا يهدأ ولا يسكت ولا يقف أبدا بحال من الأحوال حينما يسمع مظلمة لشعب أو لأقلية سواء أكانت مسلمة أو غير مسلمة. أما هؤلاء الذين يزايدون من أجل كسب أصوات أو غير ذلك في انتخابات أو غيرها، فهؤلاء في الحقيقة لو نظرنا إليهم نظرة فيها تأمل صادق لوجدناهم هم الذين يصنعون تلك الجماعات المتشددة إرادة تشويه صورة الإسلام، وهم يعلمون تماما أن الإسلام من ذلك براء وأن تلك الجماعات تعود أفعالها فيكتوون بنارها. فهذا صنيعهم، ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها كما يقولون. صحيح. فالأزهر لا يقف أبدا مكتوف الأيدي بل يناشد الضمير العالمي. حتى مرة كنا مع فضيلة الإمام في أحد السفر فقال أناشد الضمير الإنساني إن كان هناك بقية من ضمير الإنساني. صحيح. هكذا نص كلمته التي صرح بها في بعض الدول حينما رأى حال اللاجئين الذي يرسى له بسبب الحروب الطاحنة والأسلحة فتاكة التي يتاجر فيها الغرب من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية أو سياسية. هذا هو موقف الأزهر. صح. من كل قضية. صحيح. تحدث في دنيا الناس وعلى وجه الأرض. وأختم معك هذه المداخلة المهمة دكتور عبد الفتاح، أن يشاء من يشاء ويأبى من يأبى، فأن الأزهر دور عالمي قبل أن يكون له دور إقليمي أو ربما يكون دور مصري بطبيعة المكان فيه. فالأزهر له رسالة سامية وهو صورة الإسلام في الوطن العربي، ويشاء من يشاء ويأبى من يأبى، رغم كل حاقد أو أنف كل حاقد يريد أن إلى تصغير أو استخفاف من دور الأزهر. دكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. شكرا لحضرتك.